بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في ميعاد أسبوع بيتجدد معاكم. هنتكلم في الحلقة دي عن موضوع إحنا كنا نوهنا عليه من أسبوعين، ألا وهو مشاكل قانون الأحوال الشخصية. كنا من حلقتين فاتوا استضفنا أستاذتين فاضلتين وهم أمهات، وملخص الحلقة كان بيدور حوالين أن مشكلة الزوجة في حالة حدوث الطلاق وفي حالة حدوث وصول الموضوع للمحاكم بتتلخص في حاجتين: ان هم بيطالبوا بتعديل موضوع القضايا، ان هم يجمعوا القضايا كلها في قضيه واحده، والحاجه الثانيه اللي طالبت بيها الاستاذه منى ان النفقه المصروفه من بنك ناصر تزيد شويه عشان تلائم طبعا المصاريف الحاليه. في حلقه النهارده يسعدني ان انا استضيف الاستاذ احمد ماهر. اهلا وسهلا استاذ احمد. استاذ احمد جاي بيتكلم بصفته زوج واب متضرر من قانون الاحوال الشخصيه، وكان لي باع طويل مع قانون الاحوال الشخصيه. نحب نسمع الموضوع من حضرتك يا استاذ احمد. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. ده استفتح كلامي بقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في سياق هذه الآيات يتبين لنا الرعاية المشتركة للآباء. قانون الأحوال الشخصية في عوار، لا ننكر هذا، بالإحصاءات بالأدلة بحالات الطلاق الموجودة في المجتمع. هو الغريب في الموضوع أن كلا الطرفين العلاقة بيشتكوا من قانون الأحوال الشخصية. لا، الأب أكتر. الأم بتشتكي من إيه سيادتك؟ مفيش مشكلة بالنسبة لها، كل حقوقها بتاخدها بالقانون. هو لا أمكن أن التعديلات اللي تمت جديدة الصراحة أنصفت المرأة 100%. إحنا عايزين إنصاف الرجل. ما هو عشان حضرتك كده جاي مشرفنا النهارده عشان تتكلم عن المشاكل اللي الابهات او الازواج اللي حصل لهم ضرر من القانون دون، ايه مشاكلهم؟ يا استاذه ده مش عاوزه حلقه، ده عاوزه حلقات. اولا خلينا نحاول نقول اضعف الايمان. يعني اضعف الايمان اولا سن الحضانه. سن الحضانه لازم الابن يتربى في كنف ابيه. انا حضرتك انا راجل صعيدي من جنوب الصعيد، من جنة، في عندنا عادات وتقاليد وعرف سائد في هذا المجتمع. على فكره الصعيد من اول الجيزه لغايه اسوان. ده مجتمع كبير جدا وفي عادات وفي تقاليد وفي عادات يعني صعب ان هي تتنسي. مثل احنا عشان نمسك خيط القضيه، احنا كنا بنتكلم ان قانون الاحوال الشخصيه فيه اربع نقاط. الاربع نقاط دول هم هنقول المشكله الاساسيه في قانون الاحوال الشخصيه. هنبدأ بموضوع سن الحضانة. سن الحضانة الأول كان 7 سنين للولد. للولد كان في شبه استقرار، والبنت كانت 9 سنين. 9 سنين كان في شبه استقرار، هو كان في استقرار، نقول كان في استقرار 7 سنين لغاية ما جه قانون الأحوال الشخصية بالتعديل. التعديل اللي الكارثي اللي شوف حالات الطلاق كام، الانفصال بكام. أنت شايف الضرر في تعديل ده إيه يا أستاذ أحمد من وجهة نظرك؟ الجيل بموروثات خاطئه دخلت على افكار الاطفال، بطفل مشوه ذهنيا بيدخل عليها افكار لا من ديننا ولا من مجتمعنا. ده اللي حاصل بالنسبه للشباب كلهم دلوقتي. فاحنا بنحط ايدينا على المشاكل عشان نبقى مجتمع ناجح. صح. انت برنامج اسمه، برنامج حضرتك اسمه ايه؟ ايامنا الحلوه. احنا عايزين ايامنا تبقى حلوه ان شاء الله يا رب. فاحنا لازم نحط ايدينا على النقاط الاساسيه. الاب لازم يكون ليه دور فاعل في التربيه. طبعا صدقيني المثل اللي بيقول الراجل ده متربى على تربيه ابوه مش كلمه عابره. هو ما حدش يقدر يجادل اصلا في النقطه دي. لما يتهمش دور الاب بيقول الاب ده معلش يعني فيزا كارت او مصروفات. ما طب انا عايزه بس افهم منك النقطه دي يا استاذ احمد دلوقتي. المشاكل بتحصل لما كلا الطرفين ما يحصلش ما بينهم تراضي. تمام. ونضطر ان احنا ساعتها نلجا للقضاء وللمحاكم وللمحامين والكلام ده. استاذه انا جاي من منطقه شعبيه، منطقه الجماليه دي لما بيحصل في مشاكل وفي بيتدخل اطراف كتيره من ضمنها اهل الزوج اهل الزوجه
بيقعدوا على طاولة المفاوضات وبيلجأوا الحل مناسب لل قبل اللجوء طبعا للمحاكم. ده الأول لما كان في عرف صح، وكان هو فيه حكما من أهلي، هو حكما من أهلي، ده الدين. لما تلاقي كل العوامل على الضغط على الأب، في حاجات كتيرة قوي. يعني المشكلة إن المشايخ بيتكلموا عن حقوق المرأة، حقوق المرأة، فين حقوق الراجل؟ طيب هنعرف فين الواجبات، فين الواجبات اللي على الست تجاه الراجل؟ طيب انا هقف معاك عند النقطه دي، وخليني استقبل اول مكالمه معانا في البرنامج، الاستاذه نيني. اهلا وسهلا. ما شاء الله. الو الو، اهلا وسهلا استاذه نيني. صباح الخير، ازاي حضرتك؟ صباح النور، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. والله الاول انا بشكرك على طرح الموضوع او القضيه المهمه جدا، لان دي اكبر قضيه مجتمعيه موجوده. هي لقمة الموضوع، قسمت المجتمع. فاحنا لغايه دلوقتي من 2017 مفروض كان يتناقش قانون الاحوال الشخصيه، مظبوط، ولغايه دلوقتي ما فيش اي يعني نتيجه او رد فعل، رغم ان الرئيس اتكلم في الموضوع ده وقال ونبه ونوه 4 مرات. وطبعا الدوره اللي فاتت لاعضاء مجلس النواب هما ما عملوش حاجه ولا تطرقوا. طب استاذه نيني، هل في اجراءات بقى؟ هل في حد عمل حاجه؟ يعني هل في اي اجراء اتخذ مثلا بحيث ان انتوا توصلوا الصوت للمسؤولين؟ مفيش يا استاذه. لا لا خالص، احنا عملنا كل حاجه في الدنيا. احنا طلبنا مقابله شيخ الازهر ورفض لاننا مش جهه رسميه. انا رحت بنفسي المجلس القومي للمراه علشان الموضوع ده، ومش هتكلم في الموضوع ده لان حصل فيه مشكله واتسمع على جميع وسائل الاعلام. طب الضرر اللي حضرتك بتتكلم اللي بيمس حضرتك، خليني اقول لك علشان ما ضيعش وقتك. اتفضلي. وخلينا نستفيد. حضرتك دلوقتي بتتكلمي او الاستاذ المحترم الاستاذ اللي معاكي بنتكلم في موضوع ايه العوار وايه الضرر اللي واقع على الست. خلينا نقول ان الست ما حدش انصفها طول عمرها قد ما الرئيس السيسي انصف. صح، مظبوط. الست ما فيش اي مانع، ما فيش ما يمنع ان تبقى كل حاجه في الدنيا. طب هي المشكله معلش انا اسفه المقاطعه، بس هي المشكله اللي بتمس حضرتك اللي خلتك يعني. انا هقول لك. اتفضلي. الوقت الست متضرره من ايه؟ نفقه وما بتحصلش عليها. في قانون اصدروه في مجلس النواب بحرمان الراجل من حقوقه الحكوميه المهنيه. ايوه الحكوميه. ان هو ما يقدرش يطلع روحه، بس ده في حاله عدم الالتزام بالدفع. ايوه، ما هو انا بقول في الضرر الواقع. الضرر واقع على الست، ما بتاخدش النفقه، بيتحبس سنه وبيدفع 5000 جنيه غرامه وبيتحرم من كل حقوق الحكوميه. هكرر تاني، ده في حاله عدم الدفع. في حاله عدم الدفع طبعا. اوكي. والراجل الممتنع عن دفع النفقه يستاهل كل ده. يستاهل أكيد. كل ده. صح. طيب خليني اقول لك النقطه الثانيه سريعا. اتفضلي. بالنسبه للاطفال، 15 سنه للولد، ده سن الحضان، 15 سنه للولد والبنت لسن الجواز. طيب الولد 15 سنة أقروا في قانون الأحوال الشخصية إن إيه؟ ده كلام شيخ الأزهر برضا الحاضن والمحضون. بالظبط. أوكي؟ تمام. تعالي بقى للولاية التعليمية. الولاية التعليمية بقت للأم. يعني الراجل ما يقدرش لا يباشر ابنه ولا يعرف هو دخل مدرسة إيه؟ عندنا آباء كتير قوي قوي ما يعرفوش اولادهم فين في انهي مدرسه. لا ما يعرفوش. ثواني بس عشان افهم بس يا مدام نيني، حضرتك دلوقتي الاب الولايه التعليميه اللي هي بتقول ان الام من حقها ان هي تنقل ابنها من مدرسه لمدرسه تانية في حاله ان هي شافت مثلا ان المدرسه دي مش كويسه، وده طبعا في حاله الطلاق، ودايما هناكد ان الموضوع دايما بيبقى فيه نكايه. طيب هي دلوقتي الام لو راحت مثلا وكانت مدخله ابنها مثلا في مدرسه عاديه وحبت ان هي تدخله في مدرسه مصاريفها اكبر، والمفروض ان هي رافعه قضيه نفقه علشان الاب يلتزم بالمصاريف دي، الاب دلوقتي معروف دخله ومعروف كم من مقدار النفقه الخاصه بالزوجه دي،
طب ما هو دلوقتي افرض امكانياته مش مساعداه، يعني ايه اللي بيمسه؟ برافو عليكي، برافو عليكي. انا انتظرتك لغايه ما تقولي كل اللي عندك. هل من المنطق ان لما يكون في راجل وست متجوزين وعندهم اولاد، حضرتك الاثنين بيتفقوا ان احنا ندخل اولادنا المدرسه حتى لو خاصه الفلانيه؟ بالظبط، ده بالاتفاق طبعا، في حدود استطاعتهم. اوكي طيب، هي دلوقتي ما مش لما بتتطلق بقى ما بتعجبهاش المدرسه؟ طيب هي كانت بتشتغل وبتساعده في مصروفات البيت، لان كلنا عارفين الحاله الاقتصاديه لكل الناس. طيب احنا بنساعد بعض كازواج. طب لما يبقى في حاله طلاق، هل يجوز ان الست دي يبقى معاها الولايه التعليميه وهي اللي تقرر انها تشيله من المدرسه الموجوده وتوديه مدرسه اغلى، او حتى من مدرسه حكوميه لمدرسه خاصه؟ طيب انا فهمت من حضرتك، ده ظلم كبير. انا فهمت من حضرتك النقطه دي. اولا شكرا، شكرا مدام نيني لمداخلتك. طبعا هاخد بس منك طرف الكلام وارجع لاستاذ احمد. استاذ احمد، دلوقتي احنا دخلنا تطرقنا لموضوع الولايه التعليميه. اللي انا فاهماه واللي انا قعدت ذاكرته كويس قوي قوي، ان الزوج في حاله الطلاق وفي حاله الموضوع الولايه التعليميه، ان هو ما يعني افرض انا دلوقتي الزوجه حبت ان هي تدخل ابنها في مدرسه مصاريفها غاليه جدا، والزوج مش في امكانياته، ما هو معروف، يبقى ايه اللي بيلزم الزوج بكده؟ هي المشكله يعني انا قصدي ان الموضوع مش متساب مباح كده. هو متساب مباح سيادتك. انا ابني دلوقتي عنده 11 سنه، انا ما اعرفش شكله ايه، مش ولايه تعليميه، احنا بنتكلم في مصيبه دلوقتي. انا دلوقتي ما اعرفش شكل ابني ايه. على فكره والدتي، اخد منك النقطه دي. والدتي هل الزوجه مثلا او الام ممتنعه عن مش ممتنعه؟ هي في محافظه غير المحافظه. انا والدتي لما بقعد معاها ما بجيب سيره ابني. ليه؟ خايفاني اني ازعل. طبعا انت اب، طبعا يعني امي ما بجيبش سيره ابني عشان خوفا من مشاعري. فالمشكله بتاعت الولايه التعليميه ده لازم تكون للاب، هو اللي عارف. يعني اللي انا فاهماه، هرجع واقول تاني، الولايه التعليميه للاب، اللي وهي كده كده هو اصلا، ما هو مين اللي بيدفع؟ هنا في مشكله هنا. مين اللي بيدفع يا استاذه؟ احنا المفروض يكون سن الحضانه 7 سنين. 7 سنين ده الولايه التعليميه، ما هي ملهاش ولايه تعليميه عندنا، هي لسه في اولى ابتدائي. هنا المشكله ان لازم يكون في سن حضانه الولد يروح لابوه. طيب هناقشك في النقطه دي يا استاذ احمد. خلينا نتكلم، احنا قلنا طبعا اي قانون بيسن عشان مصلحه الطرفين. اوكي، المجتمع، ما هو لازم الطرفين، قانون لازم الطرفين يكون. الاب الاب والام واللي ناتج من جوازهم ابناء، هم دول اللي بيشكلوا النواه بتاعه المجتمع. واللي انا شايفاه من الحلقه الثانيه اللي مع حضرتك، اني لا الزوج مستريح لقانون الاحوال الشخصيه، ولا الزوجه مستريحه لقانون الاحوال الشخصيه. الزوجه مستريحه خلينا لازم يعني مستحيل. خلينا نتكلم في الموضوع اللي يخص حضرتك دلوقتي. احنا بنتكلم على سن الحضانه، 7 سنين، لازم يكون 7 سنين، وهو لغايه وقت قريب جدا من قبل التعديلات اللي تمت دي كان فعلا 7 سنين للولد و9 سنين للبنت، وبعد التعديلات بقى 15 سنه ولغايه تقريبا سن ليه 15 سنه ليه؟ لا انا هسال، لو في تراضي حضرتك عايز تراضي الابن تراضي بالقانون معاك؟ لا لا سيبك من القانون دلوقتي. في حالات، بص لازم نكون منصفين، في حالات لازم الام تكون، في حالات يعني في حالات ان انا قادر اربي ابني. في حالات يعني بسيطه جدا، هي الزوجه اللي هي متوليه بتتولى. ليه؟ لان في سن، وخصوصا 7 سنين دون، يعني لسه ما قدرش حتى يشد عقله. احنا ما بنتكلمش في مين اللي ايه، واحنا بنتكلم في مستقبل اطفال. بالظبط، مستقبل جيل بيضيع مننا احنا ما بنحسش بيه. صح. طيب هنكمل مع حضرتك، استقبل المكالمه بتاعت استاذ احمد. اهلا وسهلا استاذ احمد. طيب نرجع تاني استاذ احمد، هنتظر اتصالك مره تانية. اتفضل كمل. في سياق السيره، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، احنا نعرف ان سيدنا محمد هو اساس التشريع اكيد. فلما سيدنا محمد احنا نقتدي به في كل حاجه، لازم نعرف هو ولادته ازاي وتربيته ازاي. مظبوط. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بعد ما والده توفى، قبل ولادته. طب اكمل مع حضرتك، استقبل بس مكالمه استاذ احمد، وخلينا فاكرين ان احنا وصلنا عند النقطه دي. اهلا وسهلا استاذ احمد، اتفضل. استاذ احمد اهلا وسهلا، ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا. هستاذنك بس توطي صوت التلفزيون عشان اعرف اسمعك كويس. استاذ احمد، انا
احييكم واحيي البرنامج واحيي الضيف الفاضل اللي حضرتك واحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسنا وحبيبنا وصدراتنا من فوق اللي ناصف المرأة. استاذ احمد انت متضرر من انهي طرف؟ استاذ احمد المكالمه معاه فصلت. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بعد ما والده توفى بيت امه الحاضنه ليه فلما امه توفت في بعد الرضاعه تولى رعايته مين؟ جده عبد المطلب ثم عمه ابو طالب. فهنا اثبت هنا التشريع ان الاب هو المسؤول عنه والصلب الاب صلب الطفل الرعايه. انا دلوقتي انا بيتي محدش يدخله الا ابني. بصي انا في جمله برضو في الصعيد برضو اقولها لك. واحده بتقول ابن ابنها وابن بنتها ابن ابنها بتقول له ايه؟ يا ابني يا ولد ولدي يا ولد كبدي يا ولد بنتي يا ولد الناس. الفكره دي حاجات صعبه. الاب صلبه يعني شوفي وصلت لي يعني انا بكلمك حاجات من صلب المجتمع. انت الاب هو الاب ثم الاب ثم الاب. في الفلاحين بيقول اب ثم رب رب ثم اب. فهنا احنا بنتكلم في اب. انتوا بتهمشوا ليه دور الاب؟ ان دور مهم جدا. الموضوع ده مسك انت بالتحديد ازاي؟ ده مس مجتمع يعني لو هنتكلم على المجتمع زي ما اتفقنا تمام. لو في تراضي في تراضي في الطرفين مثلا معاك يا استاذ احيانا في تراضي بس في قانون. انا دلوقتي هقعد كده احط شروطي طب والله أنا انت رضيت رضيت ما رضيتش انا معايا قانون. ما انا هقول لحضرتك يا استاذ احمد انا لو انا وحضرتك متفقين تمام ومتراضين تمام دخل القانون ليه؟ في حاله ان انا اقعد كده املي عليا شروطك شروطي انا امليها هي بتملي شروطها يعني هنقول شروط ان في تعنت في التطبيق ان المراه خدت جزء من حقها فبتتعنت في تنفيذه عشان معاها قانون قانون ناسيه ان في قانون الازل قانون رب العزه في قانون ان في يوم القيامه انت دلوقتي صله رحم. طب هل ده يخلي الاب مثلا ان هو برضه هو راخر يعاند معاها ولا هو طب ايه بقى؟ تمام إيه؟ انا عاوز اعرف انت دلوقتي بتطلب مني نفقه لازم اعرف النفقه دي بتتصرف على ابني ولا لا. معلش ما انا حقي بنتكلم في حقوق. انت دلوقتي عاوزه تاخدي الحضانه ستي ماشي. انا دلوقتي احنا بنتكلم في حق ما بنتكلمش بباطل بنتكلم في حق قانون احوال شخصيه. احنا عايزين مجتمع ما فيهوش ضغينه. احنا انت مهما كان في ده زوجك يبقى النقطه الرئيسيه اللي حضرتك بتتكلم عليها في موضوع الحضانه ان حضرتك شايف ان سن تعديل الحضانه ده تعديل سن او ان التعديل اللي تم في سن الحضانه ده بيضر المجتمع عشان كله. الابن او البنت مش بيتربوا في كنف ابوهم وفي افكار بتدخل عليهم. احنا بنتكلم احنا بنحارب الارهاب. الارهاب كده بيسهل سهل. النقطه الثانيه اللي هي نقطه الرعايه او نقطه الرعاية الحضانه يعني نقطه الرعايه المشتركه كل قوانين العالم وكل الاتفاقيات بتنص ان الرعايه المشتركه للطرفين. انا بس حضرني نقطه في النقط يعني اتاثرت بيها جدا ان لو يعني هنقول ان الطلاق ده بي 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 يعني بينتج منه مشاكل لكن في حاله وفاه الام والابن ساعتها يعني خلاص هنا مفيش مشاكل الحاله دي معايا ان مفيش اي مشاكل خالص وان الزوجين كانوا عايشين حياه زوجيه مستقره. وفي حاله وفاه الام الطفل او الابن بيبقى فقد ظهره او الحنيه كلها دور او الام. دور الام احنا ما نقدرش ننكره على فكره بس في دور اب بالظبط. ما ده اللي انا عايزه اساله. دلوقتي القانون بينص ان في حاله وفاه الام الاولاد بيروحوا لام الام. فين العداله هنا؟ الاب اللي فقد زوجته ازاي يفقد ابنائه؟ استاذه انا كاب عندي ام وعندي عمه وعندي خاله وعندي عندي عيله. ليه بيبعدوا الابن عن صله الرحم معلش ما انا امي دي برضو ام. انت بتتكلم في حاجه. انا كنت في على فكره كنت في محكمه فالمحامي بيقول لي على فكره الزوجه دي رفع قواضي كده على شيخ اللي هو بينادي بحقوق المراه. حقوق المرأة دي يا جماعة يعني انتوا قعدتوا تنفخوا في حاجة لغاية ما فرقعت في المجتمع. طب خليني أكمل معاك فين موضوع فين الواجبات اللي على الأم؟ احنا بنتكلم في أساس المشكلة. انت لا أنا بتكلم على النقطة دلوقتي اللي هي نقطة رعاية الأب لابنه أو احتضان الابن في حالة لا قدر الله الوفاة.
الاب لازم يكون يعني حاجه اساسيه في تربيه الابناء، لازم 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 ده حتى ده حتى في البنت لازم يكون في، على فكره ده لازم كمان لو الابن غلط لازم يكون في عقاب. اكيد احنا كلنا بنعمل كده، لازم اكيد يكون في عقاب. عقاب لابد منه. انا دلوقتي انا لما اغلط والاقي في رادع وفي في حزم، ينكر ابدا ابدا دور الاب في البيت. الاب يعني الاب يا استاذه المفروض يعني يلاقي حاجات، يعني معلش يعني في اعباء للمجتمع، في اعباء على الراجل طبعا. انت المفروض نتكلم عن الراجل، الراجل يعني مسحبين منه كل حاجه، حتى انا بسمع كتير حقوق المراه، حقوق المراه، فين الواجبات اللي على المراه؟ طيب خليني احنا خلينا ايجابيين، خليني استقبل مكالمه استاذ طارق. استاذ طارق اهلا وسهلا بيك. اهلا بيكي، صباح الخير. وصباح الخير للاستاذ اللي مع حضرتك، والله كلامكم الطيب خلاني ان انا اتواصل معاكم. تشرفتنا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي. استاذ طارق، انت هل انت احد متضرري قانون الاحوال الشخصيه؟ لا بصراحه. اتفضل. انا 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 عامه دايما في مشاكل في بيتي، وعلى طول حاسس بنقص كده من ناحيه في البيت عندي، وببقى عايز اعمل مشكله دايما على الفاضي وعلى المليان، لان طبعا الاسلوب اللي معاه مش المتحضر اللي انا ممكن اكون. طيب استاذ طارق، احنا لو انت يعني ان شاء الله ربنا ما يجيب طلاق، اولا شكرا للاستاذ طارق. هي المشاكل موجوده في كل البيوت، بس هي الفكره ان ازاي الانسان يقدر يتنازل علشان المركب تمشي. على فكره في قانون لازم يتعمل بيه، ننسى قانون، يعني في قانون اسمه العدل، في قانون اسمه يعني ان انا تفاضل، ان انا يعني في شيخ عجبني قوي لما بيقول احنا لا نتعامل بقانون العدل، نتعامل بقانون الفضل. لسيادتك لما ننسى الفضل بينكم، لما تمشي كده معلش يعني، لما تلاقي اتنين عدى بيهم الارض، لما تلاقي اتنين ماشيين كده عواجيز بيتسندوا على بعض، شفتهاش؟ شفتها طبعا، شفتها طبعا. شفت الاتنين دول ماشيين ازاي؟ هي لو ماشيين بقانون العدل على فكره مش هتلاقيهم ماشيين، مش هتلاقيهم ماشيين على فكره. يعني اتكلمنا في حلقتين قبل كده عن الزوجه لازم تتنازل، الزوج لازم يتنازل، لازم فهي لازم. هي بص احنا وصلنا هنا، يعني قعده حضرتك معايا دي هي ناتج ان حصل خلل في المجتمع وحصل تقصير في كلا الطرفين، عشان نبقى حياديين برضو. عشان اجمل يعني اجمع بس النقط اللي حضرتك اتكلمت فيها، حضرتك اتكلمت على موضوع الحضانه وان انت معترض على موضوع 9 سنين، واتكلمت على موضوع الرعايه بتاعه الابن في حاله الوفاه وفي طبعاً حاله الطلاق. على فكره ده بنتكلم في حق، ما بنتكلمش، انا بتكلم على في الاب ده، على فكره الاب ده على فكره زوج واب وجد، ده بنتكلم في اب، الاب ده صلب المجتمع وعصب البيت، عصب البيت. احنا ننكر او في تهميش للراجل، تهميش تهميش تهميش، بيقول لك راجل الدين بيتكلم في حقوق المراه بينسى حقوق الراجل، فين راجل الدين؟ على فكره ده في مشكله تانية، كنا بنسمع عن الزواج الكاثوليكي. كاثوليكي احنا لما يكون اتنين تجار احنا بيقول لك احنا هنتجوز جواز، احنا نتعامل معامله لما يكون في ارتباط جامد. الجواز الكاثوليكي ده حاجه ارتباط مقدس، ما ده برضو حاجات دينيه. ضربوا قانون الاحوال الشخصيه، ضرب النقطه دي. انا قعدت مع يعني الاستاذتين الفضلتين اللي استضفتهم وكان عندهم شكوى، وقاعده مع حضرتك وعندك كتير، يعني انت قلت لي قبل التسجيل قلت لي احنا الموضوع ما ينفعش في حلقه واحده، لا 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 لا. والناس على صفحات السوشيال ميديا وعلى في يعني في المواقع كتير بيتكلموا على مشاكل كتير جدا جدا جدا. للاسف هو مش يعني مش هقول للاسف، بس هو التعديلات اللي تمت هي فعلا جت على الراجل في حاجات كتير، وادعت بعضها ان هي بتنصف المرأة، بس اعتقد برضو ان هي جاية على المرأة في جزء منها. ستي هو اللي جاي على المرأة في حاجة واحدة بس، ان هي بتتعنت ان هي تكون مطلقة. انت دلوقتي بتجري في الطلاق المجتمع والله بص يا استاذ احمد، انا مؤمنة يعني انا مصدقة لحضرتك بتقوله ده، ان العند لو دخل في علاقة بيبوظ الدنيا. بتشوهي صورة المجتمع ليه؟ هو المطلقات كتروا، ما هو احنا بنحاول بعبء على المجتمع، بنحاول احنا بنحاول في حاجات كتيرة قلتها لك ما ينفعش اقولها. لا 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 خلينا نقولها في حلقة تانية. احنا بنحاول بقدر الامكان. انا عارفة ان ده اضعف الايمان، واستضافة حضرتك او استضافة اي ام او اي زوج متضرر، انا جاي في حب مصر، انا بحب البلد دي، وانا جاي للبلد دي وجاي لاطفال مصر. ما انا هقول لحضرتك حاجة، احنا كلمتنا واي برنامج احنا بنقدمه بنحاول ان احنا نقدم الاصلاح فيه على قدر المستطاع. انا عارفة ان المواضيع قانون الاحوال الشخصية مش هيتغير بالقعدة بتاعتنا دي ولا بقعدة سابقة ولا
بس الموضوع نتكلم كلمة الموضوع بياخد وقت. عموما اعزائي المشاهدين زي ما قلت لكم قبل كده ده يعتبر ده اضعف الايمان، احنا حاولنا ان احنا نعرض وجهات النظر من كلا الطرفين، وللاسف للاسف للاسف المضرور في الموضوع ده رقم واحد هم الابناء. يمكن الموضوع محتاج تدخل من حد اخصائيين اسريين يتكلموا عن الموضوع من ناحية إنسانية شوية، ممكن الموضوع يكون محتاج من البعض مننا عدم التعنت وعدم العند في إن أنا هعمل كذا يعني هعمل كذا. عموما هي أيامنا كلها مش هتحلو غير لما يكون في تراضي ما بين الطرفين، وانت طالما دخلت مؤسسة الزواج يبقى اعرف ان في تنازلات كتير مضطر ان انت تقدمها عشان المركب تمشي زي ما بيقولوا. انا سعدت بوجود حضرتك النهاردة، وان شاء الله ممكن يكون لينا لقاءات تانية كتير. ان شاء الله يا رب. اشكركم جدا وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة من برنامج ايامنا الحلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.